نستمر بما بدأناه في الخطبة الأولى. قال في مرآة الحرمين صفحة 425 بعد أن عبر عن مقبرة البقيع إنها مدفن أهل المدينة إلى يومنا هذا، أي إلى يوم تأليف الكتاب، والكتاب مطبوع بإخراج معتنى به وجميل صادر بتاريخ 1344 هجري الموافق 1925 ميلادي الطبعة الأولى. قال البقيع محل مستطيل أو مستطيل الشكل شرقي المدينة خارج سورها، طوله 150 مترا في عرض 100 متر، يعني حسب فهمي بحجم مسجد الكوفة مرتين تقريبا، ويقال له بقيع الغرقد لأن هذا النوع من الشجر كان كثيرا فيه، ولكنه قطع. والبقيع في أصل اللغة الموضع الذي به أروم، يعني جذور أروم الشجر من ضروب شتى، والغرقد كبار الأوسج. قال وهذا المكان به مخابر كثيرة من الصحابة والتابعين وكبار المسلمين، وقد دفن به من الصحابة نحو 10,000 وتفرق باقيهم في البلدان. قال ونظرا إلى أن السلف الصالح كان يتجنب البناء على القبور وتجصيصها، وقد أفضى ذلك إلى انطماس معالم كثير من قبورهم، فلذلك لا تعرف قبور كثيرة منهم إلا أفرادا معدودة أقيمت على قبور بعضهم قباب. ومن أولئك الأفراد إبراهيم ورقية وفاطمة أولاد الرسول صلى الله عليه وآله، وفاطمة بنت أسد علي بن أبي طالب أم علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وأسعد بن زرارة وخنيس بن حذافة السهمي والحسن بن علي يعني الحسن المجتبى سلام الله عليه، ومعه قبر ابن أخيه، وهذا كلامه، ومعه قبر ابن أخيه زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه، وأبو جعفر الباقر محمد بن علي محمد بن زين العابدين هكذا عبارته سلام الله عليهما، وجعفر الصادق ابن الباقر سلام الله عليهما. وممن علم قبره بالبقيع، لاحظوا، وممن علم قبره بالبقيع العباس بن عبد المطلب وأخته صفية وابن أخيهما أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وأمير المؤمنين عثمان بن عفان وسعد بن معاذ الأشهلي وأبي سعيد الخدري أو الخدري، وكل زوجات الرسول صلى الله عليه وآله دفن بالمدينة إلا خديجة فبمكة، وإلا ميمونة فبسرف رضي الله عن الجميع. مهم. والعباس والحسن بن علي ومن ذكرناه معه تجمعهم قبة واحدة، والعباس ابن عبد المطلب والحسن بن علي المجتبى طبعا ومن ذكرناه يعني السجاد والباقر والصادق تجمعهم قبة واحدة هي أعلى القباب التي هناك، كقبة إبراهيم وقبة عثمان التي بناها السلطان محمود سنة 1233 هجرية، وقبة الزوجات وقبة إسماعيل بن جعفر الصادق عليه السلام، وقبة الإمام أبي عبد الله مالك بن أذنس الأصبحي إمام دار الهجرة، وقبة نافع شيخ القراء، وهناك قبة تسمى قبة الحزن يقال أنها في البيت الذي آوت إليه فاطمة بنت النبي والتزمت الحزن فيه بعد وفاة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا أكرر لكم حتى يصير شنو مركوز في الذهن أنه هذا موجود في المصادر الرئيسية والقديمة. وكان بالبقيع قباب كثيرة هدمها الوهابيون إلى أن يقول وقد كان صلى الله عليه وآله يزور بقيع الغرقد ويدعو لأهله، بل أمره ربه بذلك كما يدل عليه حديث عائشة عند مسلم والنسائي، فإن فيه إن جبرائيل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم، ثم قال ويزور أهل المدينة البقيع
في كل يوم خميس ويضعون على القبور الريحان بجانبه بعض الأزهار. يعني كان الحال على ذلك في ذلك الحين. وأضاف: ولا يدخل شيعي قبة أهل البيت بالبقيع. وهذا يعرفنا أن قبة المعصومين اسمها قبة أهل البيت، وأنا ذكرتها لكم في خطبة سابقة. ولا يدخل شيعي قبة أهل البيت بالبقيع إلا إذا دفع 5 قروش، كما أنه لا يدخل الكعبة إلا من دفع ريالا ما لم يكن ذا يسار ثري. فيؤخذ منه مبلغ كبير. هم الخدمة طماعين على أي حال، المحل الشاهد إلى آخر ما قال.